لمدة 10 أيام خصومات تصل إلى 50% في أسواق القبائل فرع ولاية بهلة من تاريخ اليوم 22 أكتوبر إلى تاريخ 2 نوفمبر. يا خوات، ملابس مخمل شتوية من 5 ريال و775 صارت بريالين و625 بيسة. فرصة تقم ملابس شتوية للأطفال من 2 ريال و625 صار 1 ريال و735 بيسة، وهذا القميص الشتوي 1 ريال و50 بيسة، وكل هذه الأطقم الجميلة صارت 3 ريال و675 بيسة. هذه المرة مضبطينكم يا شباب، قمصان شتوية ثقيلة 1 ريال و50 بيسة. أصايص سواء الحجم الكبير أو حتى الصغير 525 بيسة. جيج مع 4 قلصان 265 بيسة. جايب لكم سلة المهملات بسعر المصنع 685 بيسة، وبغيتوا من هذا النوع 895 بيسة. أحلى موف عملي ممكن تشوفه، شوف كيف يعصر بحاله 525 بيسة، وهذا البروش مع عصاه 475 بيسة. مفارش سفرة أو أكياس زبالة 2 كيلو 790، والأربع كيلو 1 ريال و580. يا سلام، كرسي رحلات 1 ريال و50 بيسة. وتعالوا الحين على المواد الأساسية، كرتون حليب أوميلا 5 ريال و495، والمدهش 6 ريال و790 بيسة. عيش لذيذة الحبة الطويلة 35 كيلو 16 ريال و490، وزعفران أيضا حبة طويلة و 35 كيلو ب 21 ريال و890. عرض الزيت نور 2 ريال و390 بيسة، وعرض زيت خفيف 2 ريال و690 بيسة. حليب مازون 4 لتر 1 ريال و495. يا سلام على منتجات مازون، جبن 1 ريال و245، كراوسون إيراني 495 بيسة، وكرتون كب كيك 795 بيسة، وكل هذه المنتجات 795 بيسة إلا معمول عمان من نبيل 495 بيسة. يا جماعة، كرتون بسكوت جلوكوز نبيل 1 ريال 345 بيسة، وعرض بسكوت ماري 2 مع بعض 835 بيسة. قطع مشكلة من دقاق هني العماني 2 كيلو 2 ريال و270 بيسة، وكرتون زبدة مسقط 4 ريال و190 بيسة. ماكسي رول يا جماعة 540 بيسة، خمسة علب مناديل من هذا النوع 495 بيسة. يقولكم هذا جايبينه بسعر المصنع، صابون نجين 20 كيلو 4 ريال و395، 5 لتر منظفات ومطهرات 450 بيسة، و3 لتر صابون سائل للملابس 840 بيسة، ومن هذا النوع 2 لتر 715 بيسة، و8 رول من فاين 1 ريال و845 بيسة. وصلت عندهم حفاضات تركية بدون ملصقات من رقم 3 إلى 6 ب 4 ريال و570 بيسة. وتعال شوف وتشوف أقوى عروض أسواق القبائل للهدايا فرع ولاية نزوة لمدة 10 أيام من تاريخ اليوم 22 أكتوبر إلى نهاية الشهر 31 أكتوبر. بما أنه وقت الورود والزهور والأشجار الشتوية، جايبيلكم أحلى أصايص وبأحلى الأسعار في أسواق القبائل. بغيتوا الأصايص الحجم الكبير 1 ريال و625 بيسة، وبغيتوا الحجم الصغير 1 ريال و945 بيسة. متخيلين كيلوين ونص بطاطس 1 ريال و250 بيسة، وعرض كاتشب حياة أيضا 1 ريال و250 بيسة. يا سلام على التونة العمانية 4 علب 2 ريال و100 بيسة، 4 لتر حليب يونيكاي 1 ريال و350 بيسة. هذه زيوت عمانية 17 لتر زيت أمل أوبران سعر خاص 6 ريال و995 بيسة. إيش في خاطرك؟ كباب، تكة، شاورما، أو حتى عجينة فلافل 1 ريال و195 بيسة. وتعالوا على أقوى عرض للعيش الباكستاني، عيش عزيز 19 كيلو ب 10 ريال و850 بيسة، بغيتوا 35 كيلو ب 19 ريال و900 بيسة. وعلى طاولة العروض هذا الطقم الزجاجي ب 500 بيسة، وسلة الفواكه من أي نوع بغيت ب 200 بيسة، وهذا المنظم من 3 طوابق 1 ريال و50 بيسة، ستاند ملابس 1 ريال و50 بيسة، وطقم السوب 1 ريال و315 بيسة، 150 كوب شاي 370 بيسة، 10 كيلو صابون نيجين الإيراني 2 ريال و295 بيسة، 5 لتر منظفات ومطهرات 695 بيسة، عرض شامبو العبايات 995 بيسة. وصلت عندهم حفاضات تركية سليبي من رقم 1 إلى 6 نفس السعر 4 ريال و220 بيسة. وتعالوا على قسم الملابس، عندهم خصومات كبرى من 35 إلى 75% على ملابس مختارة. تخيلوا بأنه هذه اللبسة الشتوية
بعد الخصم ريال و260 بيسة، وهذه القمصان الشتوية بعد الخصم ريال و525 بيسة، وأيضا هذه القمصان النسائية الشتوية بريال و525 بيسة. 6 حبات تاج للبنات 210 بيسات، وتعال شوف وتشوف.